طويلة في الأمام، يحرز الهدف الثاني لفريقه، يتقدم فريق الوحدات على فريق البقعة بهدفين مقابل لا شيء. شاهدوا كرة العندليب، كرة حليم على رأس محمود شلباية داخل الشباك، يملأها فرحا بهذا الهدف. يتقدم الوحدات بهدفين مقابل لا شيء. الوحدات شاهدوا العظمتي يدخل بطريقة ممتازة ويدخل بين المدافعين، وفرحة الجماهير العريضة بهذا الهدف والتقدم بهدفين مقابل لا شيء لصالح فريق الوحدات عن طريق اللاعب القناص، اللاعب المتميز، اللاعب محمود شلباية الذي يتمكن من إحراز هدف رفع رصيده إلى 6 أهداف. قبل هذه المباراة كان له 5 أهداف. وهناك محمود شلباية مرة ثانية في الجانب الأيمن، والكرة ما زالت في اللعب لتروح تذهب للبهداري. البهداري ومرة ثانية المحاولة ما زالت قائمة. هناك كرة في الخلف لباسم فتحي، بيلعبها طويلة في الأمام، وشاهدوا محمود شلباية وصراعه الكبير في الكرة السابقة من بين لاعبين اثنين. هناك نعود من جديد فريق